تنتهي حلقتنا من 7 Day Sport، وإن شاء الله نقابلكم بقى بعد العيد إن شاء الله يعني. وفي ختام هذه الحلقة حابب بس في أحد المشجعين اللي طلب مني طلب كده صغير، مشجعة اسمها فاطمة سليمان جزائرية الجنسية، هي طلبت لصديقتها اللي في مصر هنا إن احنا نتمنى لها الشفاء العاجل، لأن طبعا هي في حالة حرجة، فنتمنى وبندعي لها طبعا كلها ربنا يشفيها ويكمل شفائها على خير. وهنا انتهت حلقتنا من 7 Day Sport، ونتمنى ان احنا نشوفكم بعد العيد في اسعد حال، ونتمنى التوفيق لفريق الاهلي في ماتش حرس الحدود. وفي الختام خير سلام.